جميل جمال عجب عيال جميل جمال عجب عيال صلاة ودلال منى وجمال ورمز الجلال جميل جمال دكتور ابن حلال والله ابن حلال جميل جمال هنجيب عيال جميل جمال هنجيب عيال واضح انه اشعاعات البرنامج لمست معاها الحاسه اللاسعه عند ان الستات بتبقى جامده كده ومديك كتير بالذكر انه هيبقى فيه ليله على الفضيات النهارده. اجي يا بوبي. لحظه واحده يا عيون البوبي. لحظه واحده دكتور ما البرنامج رقم ايوه. الو يا دكتور. الو يا اسطى. ايه يا اسطى البرنامج مش عايش تسال خالص. لا والله ده الحته متظبطه جوه وعماله كل شويه تندلي تقول لي يلا يلا وانا واقف هنا زي الخصايه. يلا بقى يا بوبي انا زهقت. حاضر لعيون البوبي. يلا بقى ده شغل هترمينا عظمة. ايوه طب هيشتغل امتى ده؟ انا مش ثانية واحدة؟ لا بس واضح ان هو الشغل ده. مع السلامة انت. مع السلامة انت. يلا اهلا ومرحبا بك في برنامج العلاقات الزوجية. اهلا بك يا ست الكل. يا قشطة دلعينا بقى دلعينا. الدخول الى القائمة الرئيسية. ايوه اضغط الرقم 1. صحيت امك. ليه اضغط رقم واحد؟ اضغط فين انا؟ يلا بقى يا بوبي. يا الله ايه ده ايه ده ايه ده. تعامل مع الهدف. درجة الشحن فول باتري. يا جوز الخيل العربية سوق يا اسطى لحد الصبحية. على راسي انا من يا بوبي كلك حنية. السكر غلي في الجمعية ونحلو بايه اللي لدي وشوية رز وشرعية كود الخير والعربية. اهو فين الباب؟ نرجع. انت فين يا نمبي؟ نرجع. انا عملت ولا ايه نرجع؟ يا راجل انا مش شايفاك. اعمل ايه؟ روح عند البيجورة النهارده النور اللي هو بتاع العماد الرؤوسي. روح فين يا اخويا انا شايف اهو. انت فين يا لمبي؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي طلع في الدولاب يا راجل؟ انا عارف ازاي الراسته حط لي برنامج طيران. طب انزل. طيب انا مش عارف اطلع لك. طب فسحها فسحها اهو. ايه اللي نسوله دي؟ هتعمل ايه يا راجل؟ اسم الله عليك يا حبيبي. لا 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 انا منيله منيله. ايه؟ عمود الفكر باظ. قوم قوم. ايه؟ قوم. ايه يا نجلاء؟ اسمع بقى يا راجل انت. إيه؟ انا طفي النور ولا مولعها بنور؟ مش صبح عمالين نطفي ولا في نور ولا حاجه بتحصل. ما بالراحه. طب يا نجلاء. طيب بالراحه. مش حلو الخطه دي. مش حلو عليا. ايه؟ اسالي امك حضرتك بقى يعني الله يرحمها كانت اكيد وصيتك بده. بحنان ضع يدك على كتفها. ضع يدك على كتفها. ايوه كده. يا عم المجانس. ايه؟ 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 انا عارف ايه. بس انا بنت بقى في بنات افكاري بتكلمني. يا دي بنات افكارك اللي مقضيين معانا الليله. يا بنت ده دي شويه بنات افكار. يعني انت هتغير ان شغلت عيال ولا ايه؟ استنى الشغل بقى جاي. برومانسيه امسك اذنها. اهدي صبري صبري. وده ايه اصله ده؟ يا بنت اهدي بقى. ده الرومانسيه دي. ايه؟ رومانسيكية يا بت. اعملها ايه يعني؟ لحظة صرصور الودن. طب
غمض انت بس عيش اللحظة. ايوه انت تنفس، انت هتغطسي نازله تغطسي في ميه. قم بحركه عاطفيه لولا بيا. اه طيب عارفها نادي. والنبي ما كنا رحنا السيرك احسن. انا مش عارف ايه ده. And now get close to her. ترانسليشن. ايه؟ ابقى نبي تكلمني. اقترب منها. ايوه بس اقترب منها. اكثر. والآن؟ ها؟ ضمها إليك. أيوه ضمها إليك. أكثر. أو. فأكثر. أو. أكثر. أنا ما هتكسر كده هي. أنا هتكسر كده. والآن؟ أيوه. جيم أوفر. إحنا طمك. أنت بتشتمني؟ لا ب... لا بقول لك إيه؟ اسمع بقى يا راجل أنت. أنا هتبس النهاردة ولا مش هتبس الليلة دي؟ والله معك حق يا دولية بنت كلب معفنة. أنا هوريك بقى ليلة العشوائيات بتاعت العالم الزبالة اللي هم اللي شبهنا نبابت. خير يا سيلوستاز، فينك انت؟ لحن لحد لحن. أباي عليك، واني بشحت منيك ولا ايه؟ انا بشحت منك. ملاهي حنن دي. ايوه عيب عليك لما تدخل في السن ده وتتسول. تتسول ده ليش؟ بجاحه بجاحه. شوفوكوا شغلانه، روحوا اشتغل بواب ولا اشتغل اي حاجه. انت ما خبرش انا مين. مين يعني؟ بروسلي ولا ايه؟ ايه بروسك دي؟ ايه بروسك دي؟ ايه الحاجه؟ انا بتكلم برا. طل على وجهي. يا ناس تيجي ليه يا حبيبي؟ انا ما شفتكش قبل كده. غور غور. اباي انت هتنح ليه ولا ايه؟ هتنح؟ وحد يعرف الراجل ده منين؟ انت من غور؟ اعوذ بالله. ماشي ماشي. شحات ناسك موبايل بتغرروا بالناس عالم متسولين. نفذ يا ولد نفذ. لا يا دكتور، لا يا اسطى كده. ده انا هكرر الموضوع ده تاني النهارده. الولايه مزعجه قوي. حاضر. لا والله بسطتني، هتخليني اضحك. لان انا في حاجه حطيتك. في حاجه يا حاج؟ في حاجه يا حاج؟ في حاجه انت؟ في حاجه في ايه يا ولد؟ في ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ والله احنا ما رايح طبيعي. على فكره انا ممكن اعمل بلاوي سودا. اه بس انا بقول بس ايه يعني الطيب احسن، عشان ايه اللي بيحصل ده افترا على البني ادمين. انت ما واخدش مني 5000 جنيه عشان تأجل القضية، وأجلتها الجلسة 9-9 الساعة 9. الله، هو انت بتوع الجلسة بتاعت الساعة 9؟ اه والله حق انا ما كنت فاضي، انا كنت يعني عيان بعمل عملية. لك حق تكبر علينا بعد ما تساويرك ملت الجرانين وبقيت محامي متصيد. ابوس ايدك ولا متصيد ولا غيره، ده انا هتصيد وانا قاعد هنا. كنت فين انت؟ انا كنت بسطب. تتشطف؟ بسطب بسطب. احنا اللي هنشطفوك. انا محتاج الشطف يا جماعه. لعلمك بقى ولا هتعرف تعمل معايا اي حاجه. عشان ايه؟ لان انا مفهم مراس النجلاء ان انا لو ما خرجتش من قلب هذا المكان في خلال صبع، خد بالك، صبع صبع ساعه، اه هتولع الدنيا وهبلغ الحكومه والامن الشرطه. خلصت خلاص نجلاء. ايه ده؟ ايه ده؟ شاي يا جدي. ها ايه ده؟ مين دي؟ ايه ده؟ انت مين هان؟ انت طلعت منظرين ولا ايه؟ بعد عنيها. اخوفه ولا بعد عنيها. بعد عنيها. انا تعالي يا بنتي. ببص ايديا اخص عليكي كده. عرف نجلاء دي علشان تاجي معايا قلت لها اني حقتلك حقتلك مرتين واتجوزها ولدي عويس عويس. يا ابوي نزلنا عشان نتفاهم معاك. ما تعملش زيت اصلاً. انا مش عامل زيت اول مره. ما تعملش. اعبطوه. لا 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 لا. نزلوه. مراتها ايه؟ نزلوه. نزلوه. انت شغلت خدام هنا ومراتها. بس اخرس. حاضر. خلاص يا عم الحاج. اسيبك كيف يا كبيرنا. خلاص ده بيتكلم ازاي ده؟
سيبه بحق حق واحدة عند مراتي. ما تلمسهاش، ما انتش منقول من هنا الا على الجلسة، ومرتك دي ما انتش واخدها الا ما تجيب لي براءة ولدي. ادخلوا ادخلوا. ولو ناديت عليك تسيبيه وتاجي. حاضر يا تقدم. حنقلك احنا الاثنين، بس اقبلنا بقى على اي وضع. ارجع يا تاني. وايه ضغط النهارده؟ ما تخافوش، ده السبوع بتاع ولد اخوي، فرصة تحضروه معانا.